بإصرار وطموح لا محدود تمكنت الشابة حوراء الجفيري من الحصول على لقب أول امرأة بحرينية تعمل بوظيفة قبطان بحري في مملكة البحرين لدى شركة الجنوب للسياحة، وهي إحدى شركات مجموعة ممتلكات المحلية. هذا وقد حصلت حوراء على كل الدعم لإكمال دراستها البحرية والحصول على الشهادات اللازمة لتكون بذلك قبطانا بحريا متميزا. على عباب البحر سفينة تقودها امرأة تتحدى كل الصعاب لتنقل راكبيها إلى حيث وجهتها البحرية. حوراء الجفيري هي أول امرأة تعمل كقبطان بحري. عشقت البحر وباتت تبحر فيه لتكتشف أسراره، ففي كل رحلة تكون هي قبطانها تؤكد بأن المرأة قادرة على خوض مختلف المجالات خاصة التي كانت حكرا على الرجال. بداية أول ما بديت أشتغل في حياتي المهنية كنت أشتغل في المكاتب، كان شغل روتين، بس لأن أنا فيني طاقة زيادة وأبي أنجز أشياء أكثر، كوني كأنا أحب البحر فحبيت أن أدش المجال اللي في البحر وأخذ الليسن. كوني كبنية في هاي المجال مو وايد ناس كانوا بيتقبلون هاي الشيء، بس أنا حطيت على روحي وكنت أقول لهم أن أنا أقدر أواصل، أقدر أسوي وأقدر أسوي، فالحمد لله يعني قدرت أنجز أنا هاي الشيء. شعوري كوني كأول امرأة في هاي المجال شعور وايد حلو، والحمد لله خليت أمي وأبوي يفتخرون فيني وأنا الحمد لله فخورة في نفسي. من كذي وأنا أشجع كل امرأة أن تسعي وراء أحلامها وما توقف وتسوي اللي هي تبي، ما تخلي أحد يقول لها ما تقدرين تسوين هاي الشيء. شهادات أكاديمية وشهور متواصلة من التدريب أمضت حوراء في تعلمها مع إيمانها الكامل بقدراتها وإمكانياتها في تحقيق ما تصبو إليه، إلى جانب الدعم الذي حصلت عليه من مكان عملها. كنا نحتاج قبطان بحري امرأة، وكانت الوحيدة اللي خذت هذا المجال، فيبناها دربناها أهلناها إلى ليفل 2 وصارت الآن ما شاء الله عليها تنقل الركاب إلى 54 راكب. لقينا أن عندها ما شاء الله الدراسات البحرية والشهادات الأولية اللي هي ليفل 1 كلايسن، ولقينا عندها المهارة، لقينا عندها القابلية والجرأة، لأن البحر يحتاج بعد قلب ويحتاج شخصية معينة. القبطانة البحرينية حوراء تسعى دائما لتطوير مهاراتها وإمكانياتها، يرافق ذلك التزام كامل بكل قوانين البحر وإرشادات الأمن والسلامة لتسجل تجربتها الملهمة على متن البحر. لا تترك المرأة مجالا إلا ووضعت بصمتها المميزة فيه، واليوم تحقق حوراء الجفيري إنجازا جديدا يضاف للمرأة البحرينية لحصولها على لقب أول امرأة بحرينية تعمل كقبطان بحري، متشبتة بالإصرار والعزيمة في قيادتها السفن وتحدي الأمواج، سعيا منها لتحقيق حلمها وأهدافها. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.